طبعا احنا سمعنا انه تنظيم القاعدة قال اكثر نساء اليمن تعرضن للاغتصاب من قبل اطباء. اولا الاطباء مش في الدناءة هذه عشان يقوم بعمل مشين مثل كذا، وان كان حصل فطبيب واحد مش معني بكل اطباء اليمن او اي منطقة اخرى. فاحنا نقول ان الطبيب دائما ارسله الله لنا عشان يمحي الامنا، فمش معقول انه الطبيب بيجي يسوي العمل المشين هذا. ونحن ما نقدرش نوسوس لانفسنا انه اذا راحت المرأة لطبيب رجل فبيتحرش فيه لا، هو اصلا ربي ارسله لنا كملك رحمة يمحي الامنا تعبنا يداوينا يعطينا العلاج اللازم لكل امراضنا. فنحب نقول انه مش التقرير اللي طلع من قبل تنظيم القاعدة ما هو الا زاد الطين بلة. فتنظيم القاعدة حرم المرأة من حقها في الحياة، فكيف بحقها في العلاج؟ يعني مش كل حاجة نسمعها فهي صحيحة. التقرير الذي أصدر من قبل تنظيم القاعدة حول أن الدكاترة تحرشوا بنساء اليمنيات، هذا تقرير غير صحيح بالمرة. والاغتصاب والتحرش هذا الذي يحصل عند الدكاترة هذا لا أبدا ما يكون تحرش أو شيء، بل الدكتور هو يعني يقدم لنا خدمات حول عمله، خدمات إنسانية، ولازم نحن نكفيهم يعني بأعمالهم الخيرية لنا وتجاوزهم لنا، مش نحن نصدر لهم كلام كاذب وإشاعات كاذبة. هذا صراحة تقرير يعني مطلب منه يستند على إشاعات كاذبة غير صحيحة. تنظيم القاعدة عن النساء اليمنيات ليس صحيح، لما تم اغتصابهم من قبل الدكاترة، طبعا هذا افتراء وشائعات تشاع على البنات اليمنيات. فنساء اليمن ما يعيشوا في حالة أمن واستقرار، وسيظلوا بإذن الله يعيشون حالة أمن واستقرار. وإحنا بالطبع إحنا أصلا مجتمع يمني أو مجتمع قبلي لا يأبى أو لا يرضى أن تهان كرامة المرأة اليمنية مهما بلغ الأمر. لم أسمع من قبل بهذا الخبر بأنه تم اغتصاب نساء اليمنيات من قبل الأطباء، فلأول مرة نسمع هذا الخبر. فنساء اليمن الحمد لله ويعيشوا في أمن واستقرار، وما مش من هذه الأخبار كلها اللي يتم ترويجها من قبل تنظيم القاعدة. وبإذن الله سنظل نعيش في أمن واستقرار مدى الحياة بإذن الله.